ونجح في التحدي، لكن إحدى قدميه أصيبت وسال منها دم كثير، لكن البطل تحسى كمخرج تصدر دائما، فرأيته في اليوم الموالي سليما معافى، لا أثر فيه لجروح أو ألم أو دماء. وإنها لدعوة كريمة لأولي الأمر كي يردوا الاعتبار لهذا البطل اللغز الذي حارت فيه العقول. مات المبارك، أشكر كل ما ساهم من قليل أو بعيد لإنجاح هذا العرس. أول يوم كنشكر النادي تاعنا تاع الشعراء اللي عندما يرتقي نجم نقولوا باش يمثل باش يجيب السي حسن، باش يمثل باش يجيب الأستاذة الأخت خديجة معالي. الحاجة الثانية كنشكر بزاف الجماعة الحضارية اللي ساهمت معايا، من المجموعة اللي عشتو كل شيء عمر التخطر ديال الفضل في ذاك الدار. أنا درت السيرة الذاتية تاع السي عبد القادر على راسي وعينيا، وزيد الكتاب نتاعي وزيد الدماغ نتاعي وزيد شي وريقات مشطرين، وزيد 350 جريدة منها من المغرب منها الجرائد نتاع برا، وزيد شواهد نتاعي وبقيت كندور. مشيت لعند بزاف تاع الإخوان هنايا مثقفين، كيقولوا مثقفين هما مثقفين بالفعل، ولكن الله أعلم والله الله أعلم، بينما اللي هنا صعيب بزاف. مشيت سقسيت كل واحد كيقلب لي كل واحد كيشكر، ومشيت سقسيت حتى خويا هو كيقول معلم خدام في الأيام التالت، والله إلا كيكسب مزيان وكلشي، سقسيت بقى كيشوف فيا قال لي هذا ماشي العالم تاعي، أنا مع الدخل اللي فيا وكلشي كنقول أنا اللي كيكسب كله يكسب القصص. كله كتب السيرة الذاتية، ولكن أنا كنت غلط وقصت شي إخوان آخرين وكل شيء معيار تعقيم المدينة تازة، ضربوا لي من الكرة، المهم حطوا لي كرة حمراء بسلامة بسلامة. وأخيرا لأن العلم ما قالش الإنسان قرا وكلس، قال الإنسان قرا وطلق آوي كون كلس. أنا قلت له هو بيقول لي السي عبد القادر، السي عبد القادر كنت كنخدم شي فور شرايفر في الطاكسي، كنت كنخدم بسي طاكسي كنعرفو من زمان، كنت كنهزو عليه هذيك كانوا الطاكسيات قلالين 83 84، كان هو الموافق كان لا في رجال. جبت له خويا القصة قال له راه خويا باغي يكتب السيرة الذاتية، جا السي عبد القادر قال له انت قال له انا سالي بهاد الفاصو، قال له اش كتب لنا اش كتب، انا راني ساليت التعليم انا خديت التقاعد، انا راه عندي خدمات اخرين عندي هادي عندي هادي عندي هادي. وبالفعل لأن هو اللي في كتب هو اللي كنهز في الوقيته ديالو، هو كان التعليم في تازا بصح وبالنية. أنا نقول لكم ونعاودها في الوقيته ديالو فاش كان مفتش التعليم كان تازا أقسم لك بالله إلا مسرحة في الثمانينات التسعينات، كان مزير مزيان وما عندوش طنطا، عندو عندك عندك ما عندكش هز كلمة، كان بزاف الناس كيدخل من العربيات بزز عليه من المندوب ويدخل معلاش لأن كان كيبقش يدير الخير، وكان كيبقش على ذاك الضعف نتاع الإنسان اللي ما عنده لا جناح لا والو، الرجل مفروق على مراته وعندهم ولاد وعندهم هادي وعندهم كيدير الخير وربي كيجازي. والمهم هذيك هي قبل ليا بقينا كنديرو ماراطونية جلسات، جاب ربي التيسير كرر ليا مزيان كان كيمص ليا الدماغ نتاعي الحقيقة نتاع ربي، كان كيقول لي شي اسم كيف كيتعاود معايا هو كيبقى كيدير ليا لانكيت من مورا كملنا قضينا الدينا كان كيفرب بي الاخ نتاعي. جا واحد جزاه الله بخير الله يكثر خيره على هو الاستاذ السي سعيد القيرواني. انا عندي بحال درت شي حاجه اللي بصمه اللي تخليها الحياه، بديت في نوار لاكار كما قال الاخ السي عبد القادر الاستاذ تاعي على راسي وعينيا، بديت ندور الحفرة كنا بزاف ديال الخوت، كان الوالد كيتسبب تاجير في البقر في التليمات قتلو الشفارة، عشنا معاناة عشنا هادي عشنا هادي، ياما كانوا جبابرة في الدنيا ياما ياما ياما، ولكن وما أكبرهم مشاو كان النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة الذاتية كيهضر على المعاناة نتاعي على كيهضر على ثلاثة ديال الحوايج، كيهضر على المعاناة نتاع
الشباب نتاع الصغر نتاع الطفوله كيفاش كنا كنعيشوا في لاغار كيفاش كندابزوا كيفاش هذه كيفاش هذه كانت واحد الحرب طاحنه كتنوض بين الدواور كنا كنطاحنا وكنت انا كناخذ بحال واحد الطبقه هو الحق هذا بدا كنسخط عليها واحد المره جبد الواحد بركون جبد له العين نتاعو كنا ندور مع دوار كنا كنديروا الفراقين كان بحال هذاك الدوار كيضرب بالحجره والحجره عندنا في شي جهات تصرف ما بقى غير ولا كلشي كانوا شي وحده مسخ في الحجره جايه وكيلاقيها بليزر كيفينيها كيضرب على الارض كطيح الاخر كيشدها كيرميها لعند اللي كيطوع اللي كيطوع الضربه كان عندنا المقلاع والطاف وكان عندنا الجبان والكوم كانوا هاد الطبق اللي حربيين كانوا كيكونوا القدام شنو هادي راه شكون اللي عاش في الدوار الرابع هنايا على بوك تاع الستينات لا لا او هذا الاخ عمر قش كان عندنا ثلاثه من الاطباق الطبقه الثانيه كدعم الجوجه ولا جا شي واحد تراجع بحال هما جوا علينا بزاف وجاو فرطوا للوالا التوالا كيعطيو الدق باش بزز عليا يبقى في الحرب باش ما نبينوش للعدو وكنا حنا في الدوار الحفا شكرا كثيرا 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 اللي حضروا وانا عندي شرف اول مره غادي ندوز طوروبي على كرشي هكا واحد الدري خويا كيدير الدوزيام كان كيدير الرتبه الثانيه كمال الاجسام الحديد وهو اللي كان صادق غادي يجي وجا هو اللي غادي يدوز لي الطوموبيل على كرشي كنمشي السيي وانا سني بجوج طلعات واللي صبرات وجينا قدام العامل ومني جيت الى تماك هو تعكس التركيز ما بقالوش وفرطوا له قال لي انا منين لا واحد خويا ناقص كلشي قال لي مالك ايه مالك مالك وانا كنزعم عليه قال لي مالك قلت له ما كاينش اللي يدوز لي الطوموبيل على كرشي قال لي امك باغي تموت عسل وانا